السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر والتقرير اليومي للسوق السعودي. هنبتدي أول حاجة بالمؤشر العام. المؤشر العام خلال تداولات اليوم النهاردة هبط معانا بمقدار حوالي 66 نقطة، وصل معانا لمستويات ال 11685، ارتكز على ال 11677 وعلى الترند الصاعد لحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة وبدأ يصعد معانا مرة تانية. استقراره أعلى ال 11677 وأعلى الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة بتاعتنا دي بيدفعه للصعود مرة تانية إن شاء الله لمستويات ال 11964، اللي لو اخترقها هنوصل لل 12301. ده بالنسبة للمؤشر العام. خلينا ناخد الأسهم اللي حضراتكم طلبتوها. عندنا أول سهم معانا سهم البحري، ادي سهم البحري. طبعا السهم كسر معانا منطقة الطلب عند ال 36 30 لل 36 85، منطقة الطلب اهي بتاعتنا، تم كسر المنطقة دي والإغلاق أسفلها وتأكيد الإغلاق أسفل المنطقة دي، يعني بعد ما كسرها أهو أمامنا طلع هنا عمل إعادة اختبار ونزل تاني، ويوم ال التلات امبارح والاربع استكمل الهبوط. فانا متوقع ان السهم يستكمل الهبوط معانا. اول منطقة طلب هتقابله هتكون ما بين ال 33 90 لل 34 70، شايف ان هو ممكن ينزل للمنطقة دي ومنها يرجع تاني للصعود ان شاء الله. طبعا لو وصل للمنطقة دي وادانا برايس اكشن هتكون فرصة للدخول على السهم، لو مفيش برايس اكشن يبقى السهم غير مناسب للدخول تماما. ده بالنسبة لسهم البحري. خلينا ننتقل للسهم التاني معانا سهم سيرا. ادي سهم سيرا. سهم السيرة معانا برضو هبط هبوط قوي جدا، وصل معانا المستويات ال 22 ريال و20 هللة، وصل لمنطقة الطلب اللي ما بين 22 10 ل 22 70، قلنا دي منطقة طلب، ولو السهم نزل للمنطقة دي احتمال يرتد منها مرة تانية. طبعا النهاردة مع هبوط السوق نزل بقوة، فقط حوالي 3.25% من في الهبوط بتاعه اللي حصل النهاردة. خلينا نشوف بكره هيكون عامل ازاي. لو كسر ال 22 10 واغلق اسفلها اتوقع ان هو ممكن يواصل الهبوط لحد ال 21 18 لل 21 54، ومن ال 21 54 لل 21 18 منطقه الطلب دي هننتظر برايس اكشن. لو ظهر برايس اكشن هتكون فرصه، لو ما ظهرش يبقى ممكن يكمل هبوط لحد ال 20 70 لل 20 40 منطقه الطلب الثانيه دي، ومن المنطقه دي هيبتدي يرتد بقوه ان شاء الله سهم سيرا. ده في حالة ان هو لا قدر الله كسر ال 22 10 ووصل للمنطقة الأولانية دي، وكسر المنطقة دي ووصل للمنطقة اللي بعد. ده بالنسبة لسهم سيرا. ننتقل للسهم التاني معانا سهم الفخارية. وسهم الفخارية طبعا اتكلمنا عليه في الفيديو الماضي، واشرنا ان السهم اتجاهه يعني كان عندنا هنا كسر كاذب، وكان عندنا هنا قناة سعرية هابطة. ادي القناة السعرية الهابطة، قلنا ان لازم نشوف اختراق للقناة السعرية الصاعدة دي، عفوا الهابطة، عشان يرجع السهم تاني للصعود. لو اخترق القناة السعرية الهابطة هيرجع تاني للصعود، هو حتى الان لسه ما اخترقش ولسه تحت منطقة الطلب بتاعتنا اللي تم كسرها، والهبوط زي ما قلنا هبوط ضعيف، فممكن نشوف ارتداد مرة تانية من السعر الحالي. لو جبنا اللاين شارت كده هنلاقي ان في دعم هنا اهو، هو تقريبا ارتكز عليه النهارده عند ال 86 40 وبدأ يرتد منه. خلينا نشوف اهو، نجيب الشموع مرة تانية. تمام، ادي ال 86 40 بالفعل وصل ليها النهارده بالملي وبدأ يصعد منها. فلو كسر ال 86 40 واغلق اسفلها اتوقع يكمل هبوط بقوه، لكن لو اغلق اعلى القناه السعريه الهابطه اتوقع ان هو يوصل تاني لمستويات ال 106.80، ولو اخترقها هيكون اخترق كمان الترند الهابط بتاعنا يوصل لل 119 ثم ال 132 40. ده بالنسبه لسهم الفخاريه. ننتقل للسهم التالي معانا سهم الدرع العربي. ادي سهم الدرع العربي. الدرع العربي طبعا يعني عندنا هنا منطقه مقاومه، اهو منطقة مقاومة قوية عند ال 24 96 لحد ال 24 58، شايفين اول لما لمسها هنا بدأ يهبط، رجع ليها تاني بدأ يهبط، فاحنا عندنا اتوقع ان هو يستمر في الهبوط. اول نقطة دعم هتقابل السهم هتكون عند مستوى ال 23 60
لحد ال من ال 23/60 لل 23/20، دي أول منطقة ممكن يرتد منها. لو صعد واخترق ال 24/96 أتوقع مواصلة الصعود بإذن الله على سهم الدرع العربي، ممكن يصل معانا لمستويات ال 26/87، بس نخرج بره الوايد رينج اللي هو ماشي فيه ده، اهو يطلع ينزل يطلع ينزل، فلازم نشوف يا اما اختراق ال 24/96 او النزول والارتكاز على ال 23/20 لل 23/60، ومنها يكون الصعود لو ظهر برايس اكشن ان شاء الله. ده بالنسبه لسهم الدرع العربي. طبعا عندنا هنا برضو كمان نقطه دعم، المنطقه الثانيه لو كسر لا قدر الله المنطقه الاولى هتكون ما بين ال 21 58 لل 22 30، المنطقة دي برضو ممكن يرتد منها في حالة كسر ال 23 20 والإغلاق أسفل. ننتقل لسهم بحر العرب، ادي سهم بحر العرب. السهم طبعا بعد ما اخترق معانا منطقة العرض اللي عند ال 164 60 نزل مرة تاني يعمل لها إعادة اختبار، هو دلوقتي عند ال 165 80، متوقع ان هو ينزل للمنطقة دي يعمل لها إعادة اختبار، ولو ادانا اشارة منها تكون فرصة ان هو يطلع تاني لل 172 80، وفي حالة اختراق ال 172 80 والاغلاق عليها ممكن نشوف استمرار لصعود سهم بحر العرب ويحقق لنا قمم جديدة بإذن الله على السهم. ده بالنسبة لسهم بحر العرب. ننتقل لسهم المصافي، ادي سهم المصافي. المصافي برضو معانا وصل لمنطقة الطلب اللي اشرنا ليها من فترة كبيرة وبدأ يرتد اهو منها شوية، لو فضل مستقر اعلى المنطقة دي من ال 136 34 لل 143 20 ممكن نشوف ارتداد منها ان شاء الله لل 155 29 160 80، وفي حالة اختراقها نوصل لل 179 80 لل 195 65. ده بالنسبة لسهم المصافي. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم الأسماك. ادي سهم الأسماك. سهم الأسماك السهم برضو أهو، لحظة واحدة. السهم كنا أشرنا ليه قبل كده إن هو هابط، وبالفعل هبط معانا، ما زلت شايفه لسه ليه شوية هبوط، يعني هو دلوقتي عند ال 53 70، متوقع ينزل لل 52 أو ال 52 90 منطقة الطلب دي، دي أفضل منطقة ممكن نرجع نشتري منها سهم الأسماك، لو وصل ليها وإدانا برايس أكشن هتكون فرصة. هنستهدف إيه؟ هنستهدف ملامسة الترند الهابط عند مستويات ال 56 48 تقريبا، ولو اخترقها ننتقل لل 59 40 ثم ال 62 50 وبعدين ال 65 60. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم الركحي. ادي سهم الركحي. سهم الركحي طبعا وصل معانا لمستوى ال 141 40 وبدأ يرتد شويه، يعني النهارده القمه بتاعته كانت عند مستويات ال 142 80 وبدأ يرتد لل 141 80، اتكلمنا قبل كده عند على مستوى ال 144 61 مستوى مقاومه قوي، شايفين كل ما يوصل عند المستوى ده او يقرب منه نبتدي نشوف هبوط على السهم الركحي. فانا دلوقتي شايف ان لو تم اختراق ال 144 61 والاغلاق اعلى المستوى ده هتكون فرصه ان السهم يستكمل الصعود بتاعه ان شاء الله لمستويات ال 154 33. ده بالنسبه لسهم الركحي. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم دار الاركان. سهم دار الاركان هبط معانا برضو القوه، هبط معانا من منطقه العرض اللي عند ال 9.96 لل 10 ريال و6 هلالات، كان كسرها وقلنا هيطلع يعمل لها اعاده اختبار، لو اغلق عليها هيستمر في الصعود، لكن لو نزل اسفلها مره ثانيه ممكن ينزل معانا لل 9.64، هو دلوقتي يعني قرب جدا من ال 9.64، فرق حوالي 5 هلالات ويوصل للمنطقة دي ما بين ال 9.56 لل 9.64 منطقة الطلب، هنشوف هيعمل ايه مع المنطقة دي اول لما يوصل ليها. اتوقع ارتداد زي ما حصل هنا اول مرة وهنا تاني مرة، اتوقع ان لو ظهر برايس اكشن من هنا كويس يحصل ارتداد قوي على سهم دار الاركان لل 10 ريال و6 هلالات، ولو اخترق ال 10 و6 يطلع لل 10.36 وبعدين ال 10.80 ان شاء الله، وبعد كده هيطلع بره الوايد رينج ده او نموذج الرايه بتاعت نموذج العلم، وعندنا مستهدفات قد تصل لل 14
42 تقريبا، او ال 15 ريال على سهم دار الاركان. ننتقل لسهم بعظيم. ادي سهم بعظيم، السهم نزل معانا، كسر معانا النموذج الوتد اللي كان عندنا تحت ال 124.60، اغلق عند ال 118.60 النهارده. متوقع ان هو ممكن يستمر في الهبوط لحد مستوى ال 109، يعني ده مستوى كان مستوى مقاومة وتحول لمستوى دعم من ال 109 حتى ال 184. دي اول منطقة ممكن يرتد منها السهم ان شاء الله، في حالة ان هو لا قدر الله هبط ووصل للمنطقة دي. لو وصل للمنطقة دي هتكون المنطقة اللي هيرتد منها السهم. طيب لو السهم صعد يبقى ننتظر اغلاق فوق ال 124.60، لو اغلق عليها نوصل لل 138.40 وبعدين ال 160.62. ده بالنسبة لبعظيم. خلينا ننتقل لسهم اللوجين، وسهم اللوجين طبعا كان هبط معانا ودخل تاني داخل القناة السعرية اللي اشرنا ليها، وقلنا لسه ما فيش اي اشارة انعكاسية، وكسر معانا القناة السعرية الصاعدة ونزل بقوة كبيرة جدا السهم. دلوقتي السهم واقف عند نقطة دعم او كسرها كمان، كسر نقطة الدعم بتاعتنا عند 57.10. متوقع ممكن ينزل معانا لحد هنا اهو، لحد ال 52.70 لل 54.50، دي منطقة الطلب على السهم. لو وصل السهم للمنطقة دي وادانا اشارة انعكاسية اتوقع ان السهم يكون عليه صعود، وطبعا عندنا هنا في تشبع بيعي، يعني ممكن الكسر اللي حصل لل 57.10 ده يكون كسر كاذب ويرجع تاني للصعود، فيعتمد على الاغلاق بتاعه بكرة هيبقى اعلى ال 57.10 ولا اسفله. لو اسفله يبقى هينزل معانا زي ما قلت 52.70 لل 54.50، ومنها يرجع تاني للصعود بإذن الله سهم اللوجين. ننتقل لسهم مهارة. سهم مهارة طبعا زي ما قلت قبل كده أشرت إن هو للشراء من هنا وصعد معانا الحمد لله جاب الهدف، وأشرت للبيع من هنا وفعلا بدأ ينزل معانا النهاردة وعمل لنا شمعة ابتلاع بيعي بتدل على الهبوط، فممكن نشوف هبوط على سهم المهارة، يعني تصحيح لحد ال 83.20. لو نزل لل 83.20 وبدأ يدينا اشارة كويسة هتكون فرصة تاني للدخول، او قريب من ال 82.30 مثلا هيرتكز على الترند الصاعد ويرجع تاني للصعود ان شاء الله. لكن دلوقتي لو حد معاه السهم يبتدي يعني يقلل الكمية بتاعته، ولو عايز يعزز يبقى هيعزز لما يلمس الترند ده ويدينا اشارة صاعدة ان شاء الله. ننتقل لسهم أمانة للتأمين. ادي سهم أمانة للتأمين، برضو السهم هبط زي ما توقعت في الفيديو الماضي، حللناه وقلنا السهم هابط ومش هيصعد غير لو اخترق القناة السعرية الهابطة دي. هو ما اخترقش وبدأ ينزل معانا، فكده بنسبة كبيرة ممكن يستكمل الهبوط لحد ال 42.46 ومنها يرجع تاني للصعود لو ادانا برايس اكشن على السهم من ال 42.46. عندنا سهم أنعام. ادي سهم انعام القبضة. سهم انعام القبضة طبعا واقف بقاله فترة في نفس النطاق العرضي اللي ماشي فيه من ال 87.88 لل 94 ريال اهو، شايفين الوايد رينج اللي ماشي فيه ده بقاله فترة. لو السهم فضل مستقر على ال 87.88 وما كسرهاش ممكن نشوف عليه صعود. السهم طبعا يعني تكاد يكون معلوش اي سيولة خالص، فانا شايف ان السهم لو كسر ال 87.88 ممكن بنسبة كبيرة نشوف عليه هبوط قوي لحد ال 60 ريال و15 هلا، يعني احنا بنتكلم في هبوط كبير جدا ممكن يحصل على السهم. بس طبعا قبلها في عندنا برضو هنا نقطة دعم عند ال 85 ريال بالظبط. ده بالنسبة لسهم أنعام. خلينا ننتقل للسهم التالي معانا، سهم رايدان. ادي سهم رايدان، برضو سهم رايدان كسر معانا، يعني حاول يطلع تاني داخل الراية بتاعت العلم ما قدرش وبدأ ينزل، وصل لمنطقة الطلب مرة تانية ما بين ال 21.95 لل 22.97. منطقة الطلب دي يعني النهاردة وصل لها، لو بدأ يدينا اشارات انعكاسية من المنطقة دي هتكون فرصة. يعني انا متوقع ان المؤشر يبتدي يعدل من اوضاعه بكرة، لو ما عدلش من اوضاعه الاسهم دي هتستمر في الهبوط.
لكن لو عدل من اوضاعه هنبتدي نشوف ظهور اشارات انعكاسيه على معظم الاسهم اللي احنا اشرنا ليها، وقلنا ان احنا ننتظر اشاره من المناطق القريبه ليها، زي مثلا سهم رايدان ده هو دلوقتي في منطقه، لو ادانا اشاره من هنا ممكن يرجع تاني للصعود باذن الله. انا استهدف فيه 23.91، ولو اخترقها نوصل لل 26.90 28.61، وبعدها لو اخترق المنطقه دي قد نصل لل 32.75. خلينا ننتقل لسهم الحكير. سهم الحكير معانا برضو هبط من المنطقة او قريب من ال20.06 ريال، بدأ ينزل، وصل لمنطقة الطلب اللي ما بين 18.40 ل19.20، ومن المنطقة دي يعني انا متوقع لو ما كسرهاش هيرجع يرتد منها مرة تانية، لانها منطقة قوية. شايفين هنا ارتد منها بقوة ازاي، حقق لنا قمة جديدة عند 26.67، وبعدين نزل تاني بعد اكتمال نموذج الهرمونيك ده. فانا شايف برضو ان السهم يعني لو استقر على ال 18.40 ممكن يرجع للصعود، لكن لو كسرها ممكن ينزل معانا لل 17.10 ريال. عندنا سهم الصادرات، ادي سهم الصادرات 41.40. سهم الصادرات طبعا يعني هو دلوقتي برضو ماشي في وايد رينج. لو بصينا كده عندنا هنا نقطة دعم أعلاها هو دلوقتي، وكان عندنا نقطة دعم هنا برضو أهو، كان عندنا هبوط قوي وهنا نقطة دعم. يعني منطقة الطلب بتاعته ممكن نقول من 161 او 182 بالظبط، من 182 لحد 107، دي منطقة الطلب بتاعته. لو فضل مستقر اعلى المنطقة دي انا متوقع ان سهم صادرات هيوصل معانا لل 113، ولو اخترق ال 113 واغلق عليها ان شاء الله ممكن نصل لل 125.80. السهم ايجابي وشايف ان هو قد يستمر في الصعود لحد ال 113 ان شاء الله، اللي اقول زي ما قلنا لو اخترقها هيوصل لل 125.80، وبعدها قد نصل للقمة اللي عند ال 136.80 باذن الله. ده بالنسبة لسهم صادرات. ننتقل لسهم انابيب العربية. ادي سهم انابيب العربية. سهم انابيب العربية واقف معانا عند منطقة طلب اهي ما بين ال 17 ريال لل 18.26. النهاردة بدأ يدينا اشارات الى حد ما كويسة، شايف ان استقراره اعلى المنطقة دي، ولو يعني هو ما كسرش ال 17 ريال يدفعه لمزيد من التعديل اوضاع او يعدل اوضاع ويرجع تاني للصعود ان شاء الله لحد منطقة العرض اللي هتقابله عند ال 20.58 لل 21.30. دي أول منطقة عرض هتقابل السهم، لو اخترقها هيوصل لل 23.32 بإذن الله. ده بالنسبة لسهم أنابيب العربية. خلينا ننتقل لسهم أكوا باور، وده هيكون آخر سهم معانا. سهم أكوا باور طبعًا يعني أشرنا ليه من فترة كبيرة جدًا إن السهم للشراء، وقلنا الكلام ده في الفيديو الماضي لما كان عند 67.90، قلنا حليناه على فريم الربع ساعة أهو، قلنا لو اخترق 67.90 هيصعد لل 71.80، بالفعل صعد لل 71.80 وبدأ يصحح، وقلنا لو اخترق ال 71.80 هيستكمل الصعود لل 74.70 ووصل ليها. واخترقها ووصل لل 77 واخترقها واستكمل الصعود دلوقتي، وحقق لنا قمة جديدة عند مستويات ال 74، عفوا ال 79.90، دي القمة التاريخية بتاعت السهم ال 79.70. اغلق النهاردة على ال 79.40، متوقع ليه استمرار للصعود ان شاء الله. سهم اكوا باور يعني احنا ممكن نشوف ممكن يصعد لحد فين، ده اخر تصحيح ليه نعمل عليه فيبوناتشي كده. متوقع ان هو لو اخترق ال 79.70 يوصل لل 81.07 ريال، وبعدها ال 84.89 ريال باذن الله. ده بالنسبه لسهم اكوا باور. وبكده اكون انتهيت من التقرير اليومي للسوق السعودي، اتمنى اكون افدتكم، ولو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبوا كومنت اسفل الفيديو باسم السهم ورقم السهم وهنجاوب عليه في الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم.